السلام عليكم مشاهدينا الكرام. سافرت اليوم من شلالات اوزوط في اتجاه مدينة دمناج باقليم ازيلال، والمسافة ديالها 65 كيلومتر حوالي ساعة ديال الوقت عبر الطريق الاقليمي رقم 3105، ثم الطريق الجهوية رقم 304، واخيرا الطريق الجهوية رقم 208 وصولا الى مدينة دمناج. الطريق متوسطة الجودة، فيها بعض المنعرجات الخطيرة، لكن على العموم فيها مناظر جميلة، أشجار الزيتون والجبال. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك والضغط على زر الاشتراك إذا كتشوف قناة لأول مرة، وفرجة ممتعة.
Thank you.